كان علي احمد وصلنا له واستبشوق سند كدنبي ان هدي انو نهي هيرا عديه ارغدا كسوتا فريتا واسدنا ان لغو قبطو شركه دنبي ارا عديه لغو قبطو قرشكيسنا وا ديارسيا خاتمه waxay ka dhismaysaa naaley ahmed wardanta maanta naaley ahmed nimo roobo kaba hafka ugu qaad hadii naaley ahmed midaysan yahay waxaan aamin sanahay in Soomaaliya dhan SSC iska daayo Soomaaliya dhan inay midaysmiso wax badan badan aan maqliyay waxa la rabaa SSC khatuma 1 khatuma 2 la soo dadaalay hadayna gudaha ka bilaabmin hadayna guriyeena ka bilaabin hadayna xaafadeena ka bilaabmin waxba inooma socdo When I arrived in my homeland, I saw that Somalia is one of the richest countries in the world in terms of resources, with trillions of dollars worth of minerals. We have the longest coastline in Africa, with a wealth of wild fish waiting to be harvested. Naley Ahmed, shirka hadir demudu chogi, intana ama hosalo wada hadlo. أما شير هذا جو ولا حد ليه؟ دوا لو هذا حد لاي؟ هذا في مالته ما برنا. وحنا مهم كا. نالي أحمد. دوا نالي أحمد. وحنا نقول يبغوا قرانا يا عبد السيد يدي سي وحوي هاي دوا قرانا يا. كيرانا ما كراه دوا قوش. وحنا شفت نالي أحمد وحيري. تلاذه بوا صعنا ينتجن ما يان وحسم هذا اللو تاجي وتلا إلهي لنا ينا الصوت هذا من تعالى قرن قلتنا لي أحمد من حاسلة إيه من كلا إيه من وح كست السماية دلنا لي أحمد ولنا لي أحمد هذو كلا عروضنا وير كلا بيد بيدنا نالي أحمد ملكو كلا تجي ما يو وسك صن غنا يادو فردها بريجي هور مرك الله فورا يو أو الله قلن قلنا يو وميل لو قدولا يو وحلا سمعين ترى مدة لو قلن قلنا ترى بكفول بالله يرحلا شرر كوالي يهين هور شرر كأهور ريا ولقو ذي لهان ترى يعني حوغا شراف راف كيو كايقا كالدوان يو ويلهان ترى تاسو وحلا سيد وحلا قصي تي قالو معها نالي ونالي ذلك يددن تيسو وانا اسكودن دين الله او اسكودن ملك استبه جوغا ما الله يلا له سبحانه بو جوغا اما الله يراه دو تشيلي يرغا بو جوغا نالي او اسكودن ولينا اسكودن بو وحنا دي انو غرانيا وان دي تاغن هي رغي هوري انو وان سو غاري رغي هوري وحنا نو سو غاري رغي هوري دبيعتي سو ما هي دبيعتن وحيا هي حق مركي شيران او غورتي دو شرطو نم وليبا غوري جيسا عاقل وليبا يا غورتي وليبا غوري جيدا لتاكي تتو شرين ترتي مركي يقو زي شيان وحاسا نكو يشي نبا لوران تري وحاسا لي سليمان تري ورو وليبا هل كيدا كو قادان ترتي ما أهان ترين هدية بكوهو يهي أهرنتو أنا وحانيرين ما أهان ترين أنا وحانيرين ما أهان ترين تنكالي مانتا شركو دواي نوحر ميا وانا ربي باري وانا كدو عيسانينا وآمد الله سو سارينا وين نقاذلنا وإيادا دي بوحي نقاذلنا مركي اللي نو أخري بي نقاذلنا وإي نو أخري ينقل قبن قابضو شير بي نكو قاذلنا مانتا نوا قاذلنا وانا كم هاد سيهين وانا كو شغينينا وحنا لو باهن يحي وأن أباهن هاي إن إنه إسوان سنو نالي إسوين يوهشي يواب إسكمد هداي قرات هاي هداي مدحوينات هاي هداي هبلات هاي هداي وايلت هاي هداي دليرات هاي ووايو أين ما أنت وحير هالكي فرح درب نبدا أنا كوكوح أنا كوكوح كباف كفوق هذا وردن تمان تنالي أحمد نمرو بكباف كفوق هذا دن تنالي أحمد نمرو بمان تكباف كفوق هذا يلي يا الله يسفر سن هر الله يسامحه ومد إلى هر الله يسامحه وارهن وحنا لا يا أحمد أيوه وحنا مد إنه محمد وانا قسامح ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن وضياش دقنك
مدحوين هني هراء مدحوين أحمد كراش دمان أهلك رنتي مانتا آدي آدي آد بي شرف إي تهي فرحدنا إي تهي إن أن تاقنا دو هالكن طلقي أو مانتا فكري أو تشضي إن أي سيقوي مادان مدشن آد بي رنتي فرح إي فرحد قلي نيسا وحبضنا وكتامين وانش علينا وانا كيف فكري تشيرني قورما ليسو إيمانيا أو أي داتك طلق الرئركو أي هوس أي كبل عبين بسمها قريقا إلهي سبحانه وتعالى وحولي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي وحو الشيء إنو نقفكو وحبانو لشي سكب الدلي كرين هدونا النفتي سكب العابين هدادا نقريقا كب العابين هدادا حافظ هذا إيا قويس كاقا إيا طلق آتهاي آذا كب العابين وحبدلك إنو نوحي سبدلي إلهي سبحانه وتعالى مركو لهد لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكيده وأنذر عشيرتك الأقربين وحاد أدكتا تلقى سكاية هداد وحسحي سيد قريقا حافظ هذا السكاية هاقا كبلو قفك حن أهل كاقا إسكاقبو رنت أشاق سيدا أينو أقو قرب تاقن هاي مركو لغا قرن دارن يهي وحال ربنا إنو قرب استاقنو مركو قرن دارن يهي إنان آخر ذي سأطرنو قفك استقو إنا قميدا إنان آخر ذي سيئ الدنيا ذي سأطرنو وناقو حوية إنا ينوس قرب قبنو كنتي إراي آن آذو قفر حيبو هدر دهي تليحوف بسي إنا كار دهي آلا بدو دميد با كله هذا الكي بو كتشيري خاتومة وحي كرد اسميسا نالي أحمد واتولكو ديغان كو قبب اللاران هدي نالي أحمد ميدي سنية هاي وحن آمين سنة هاي إن صومالي أردن إسسي إسكداية صومالي أردن إنا ميدي سميسو أو أي مدن قندونتو هدي إن هدي نكبل أنو نفتي إن يقريه إنا وإنو صحمينا وانو توسينا وحن رجينا يا إنا إنو دب إسوغن نقرنا إنا إنو دب أصحنا وحن إنا غخلدان ميدو جي كليا أينو ميدوني دقال كي دويتو أو إن أينو إلاوني وحكستو إنغا إنغا دحيي وحو كاني مانتا إني إسسيو دان أو وح بضان بضان أن مقليي وحالا ربا إسسي خاتمة وان خاتمة تو لسود دالي هدينا قدها كبلاب من هدينا قريهينا كبلاب من هدينا حافظيهينا كبلاب من محبين وما السعودين وانا تمانتا بناك أول كسعون شرتي خاتمة لكن مانتا وحي كبلاب انتي قديه تاسين وكو داماتي تاسين وكو سحنتي ستاسان الله ربا إن لوضو دقان كنو حوهر مريا وحادت كنو يودن كنو قيمة يالانيا مركينو إنقو قيمة وسمينو قيمة هالنفط هذا عادو سميسيد با أمدونا كو أركيسا وحان رجينا إنا إنا نهوسو قدقين مسلم نمضة نمبر وان محكستا وإنو إيمان كنو يدين تنو أي نقطو هقان كنو هقامينيا وإنو حكم كإلهي أينو راليكو نقونا هذا الحكم كإلهي راليكو نقونين وحات راليكو نقونيسا وحانا نشيرين هدو تنا آذان راليكو نقونين رنتي وحان كما هد علنيا تيمك أما ضدك كودة ذالي هوشان صاقب تيدبدي وقذبا وان أغا ما هد علنيا Thank you for giving me the opportunity to share my thoughts and ideas with you. My name is Hirsi Mahmoud Geldon and I come here from America. Today I want to share some observations and ideas that have been on my mind since returning to our beloved Somalia. When I arrived in my homeland, I saw that Somalia is one of the richest countries in the world in terms of resources. We are number one in camels. We lead the world in sheep, goats, and lambs. Our land is filled with trillions of dollars worth of minerals. We have the longest coastline in Africa, with a wealth of wild fish waiting to be harvested. But we are still hungry and poor. The demand for our resources is immense. Global corporations are eager to invest in these opportunities. As a member of the diaspora, I have the capabilities and chance to connect Somalia with these corporations. These corporations seek a profit, and they have the capacity to make it happen. But they're also cautious. They don't just look at the resources. They look at the people. They ask themselves,
who are the people we want to invest in. When they see our country, they see a people who are constantly in conflict. They wonder why. Why are we fighting when we have more than enough resources? Why are we fighting when we share the same deen, the same language, the same daqan? We're not fighting over resources, for we have an abundance. We're not divided by ideology nor ethnicity, for we are one people. So why are we fighting? Those who clung to this mentality around the world have been wiped out. A powerful example of this are the Native Americans. They were the original inhabitants of America before the Europeans arrived. When the Europeans came, they were focused on resources, on how to get gold, how to get land, how to fertilize the land, and how to make farms, and how to control the territories. Meanwhile, the Native Americans were focused on their tribes, on fighting wars with one another, seeing the other tribe as an enemy. The focus on tribalism led to their downfall. Today, Native Americans have virtually no presence in America. They have no power, no say in anything. Their land no longer belongs to them, all because they were divided by tribalism. This history teaches us an important lesson. Somalia must learn from the past. If we continue to focus on qabilism and tribalism, we too will become extinct, just like the Native Americans. إرجال فرح بدن لأهل كان سقوطني بعض الصحافة دا وعاد غالي نوكوا هالبيج هويك قبله نغالي جا وما أنت يجا الله ماري وحرم علينا يهدي وين هلي كرين إسماعيل غرحبو ما أنت لما تجيب بدل عن الهيدين وراء ما نهلك هيد كيدي إلهي وحيد سوق بدلنا وحرسنا يا إلهي عفوات كارو كرنيو حرم كان عكاب ان اذا مدى الى كود دهن شغينا يرى ام هاد علي ان دقمدى وربوغيس يو دليارة دهدا قدومية هيدا قدي دهدا يقول هو مهد سيد وحا يرى الدعاين وكباهن وربهن الى دهال كل مدى شنمانتا والباري والباري ومدى الغالية نالا يرى وحا لقوح انتاين وكرامة ليهي وشهادة دينا كيغا جيريو تيعانا كابلوغا يضادك فراها بادن مانتا نافضا هو يغرا أرد عينو فاتحة نومر أمام داب سلاة انتا مركا اندافو ان ألف ألف مغروب سيركا روا قوليستي وحارو مالان يعيد كستو مدنو كيغا تيرينا وحا كيغا فلان ان دستوركي هل كان لغا أخريي وان إدنا دركينين وحنا كل شيءنا واسكع الدارة وأنا والبو كفرية عريش شخصيا وهاي قد هاي وهاي قد هاي إنا كيرا هذا اللي رضا هاي كي مريكان مضبط قيمة على هاي دولو شديدي وحنا سلا هاي ويكوبسان كرتا وحكستو شركة داد هنا يا إلهي بركة يا سجنا له جينا جلده وهاك لو اسكع كوبيهم دستور كاسي وعادي هاي يدنا وحا قول بضان وحالي علماته وحا يوشي عليه إلا يا شيخو دعا دي غير كود دعي سوانا واغبرا هبلونا وحا يوشي عليه وضي قواد بكوش عليه وحالي عبد الرحمن قدوميها إلا يوكو بركيو وحا بضان بعد هول قليسي ما انت تاسي كود العادة دي يهم بيقا قيدرا إلهي واقوى أقبلي إن شاء الله وحن فيلا يا إنا تصون غنسو وحن شركة الوفاء إذا سريع شركة نالي أحمد وصلنا له واستبشوك سنة كدن بي إن هدية عنو نهاي هيرا رعدية إرقادة كسعطة فريتا واسدنا إن لقو غبتو شركة دن بي عرعدية لقو غبتو غرش كيسي نوا ديار سيا تارو قدوبية
gudoomiye taana waa kuu sheegaya insha Allah hadii la raali kano waxaan kale ku casuumeynaa marka ummada ku casuuno gabadhi yar ee daayar tahay dhimaansadeedu wadarkaysano aracadeeyo may gaarsiin iyadana si gaar ah u bari doona insha Allah aracadeeyo aad iyo aad baad u salaamatiin dhammaan way salaam